أهلا ومرحبا بكم طلبة وطالبات برنامج الساعات المعتمدة باللغة العربية تخصص التمويل وتخصص المراجعة، استكمالا لمحاضرات مادة آداب أخلاقيات وآداب مهن الأعمال الفصل الخامس بعنوان القيادة الأخلاقية. تحتاج المنظمات المعاصرة إلى قادة يتصرفون بطريقة أخلاقية ويعملون على تنمية السلوك الأخلاقي وتشجيع العاملين على التعامل بمثل هذا السلوك، بالإضافة إلى منع السلوكيات والممارسات غير الأخلاقية والوقاية منها داخل المنظمات. مفهوم القيادة الأخلاقية: تمثل القيادة الأخلاقية مجموعة من الأنشطة والممارسات التي يقوم بها القادة الإداريون لتعزيز البيئة والثقافة الأخلاقية داخل المنظمات، وذلك من خلال الالتزام بالسلوكيات الأخلاقية ودعم الأنشطة التي تشجع على ممارسة السلوك الأخلاقي، وكذلك العمل على الحد من السلوكيات غير الأخلاقية داخل أماكن العمل. أهم سمات القيادة الأخلاقية: أن القيادة الأخلاقية مكونة من مجموعة من السلوكيات والممارسات المعيارية والتي لها مبادئ وضوابط محددة، كما تعمل القيادة الأخلاقية على تحقيق مستوى عال من الثقة التي تكون متبادلة مع كل الأطراف التي لها علاقة بالمنظمة، كما تساهم القيادة الأخلاقية وفق القوانين والأنظمة المحددة في خلق مناخ تنظيمي منتج وإيجابي، وتعمل أيضا القيادة الأخلاقية على بناء علاقات إنسانية متميزة بما يتلائم مع الأهداف المنشودة لتحقيقها للمنظمة. أهمية القيادة الأخلاقية داخل مؤسسات ومنظمات الأعمال: إن غياب القيادة الأخلاقية في المنظمات قد يكون سببا لفشلها في تحقيق أهدافها، وقد يؤدي إلى انهيار بعض المؤسسات. 2. إدراك الأتباع والمرؤوسين للقيادة الأخلاقية التي يمارسها قائدهم تجعلهم يؤمنون بالقيادة وتزداد ثقتهم بالقائد، مما يؤدي إلى سرعة استجابتهم للمسؤولية في العمل. 3. تساعد القيادة الأخلاقية على الحد من مستوى ممارسة السلوك غير الأخلاقي على مستوى وحدات العمل المختلفة داخل المنظمة. 4. ترتبط القيادة الأخلاقية بمستوى أعلى من الشعور بالأمن النفسي والالتزام بالمواثيق الأخلاقية داخل المنظمة، مما ينتج عنه الثقة والتفاؤل التنظيمي. 5. تساعد القيادة الأخلاقية على تعزيز سمعة المنظمة سواء كان على الصعيد المحلي أو على الصعيد الدولي. أهم خصائص القائد الأخلاقي: عزة النفس. فالقائد الأخلاقي يظهر اعتزاز بالنفس لدى الأتباع دون أن يصل إلى درجة الغرور. التمثيل: فالقائد الأخلاقي يتفانى في الدفاع عن أفراد مجموعته والسعي في تحقيق مصالحها وتمثيلها في جميع المواقف. التنظيم: فإن القائد الأخلاقي يمتلك القدرة على رسم خطة تحدد عمله وعمل أعضاء المجموعة معه وتنظم علاقات العمل فيما بينهم. الاتصال:
حيث يمتلك القائد الأخلاقي القدرة على توصيل المعلومات إلى أفراد مجموعته وتسهيل عمليات تبادل المعلومات فيما بينهم. التحكم في الانفعالات، فالقائد الأخلاقي يكون قادرا على التحكم في انفعالاته وإدارة غضبه عند إدارة الأزمات المختلفة داخل المنظمة. احترام الآخرين، القائد الأخلاقي يعتمد في أساس التعاملات داخل العمل على ما يسمى الاحترام والود المتبادل. الحكمة، يمتلك القائد الأخلاقي القدرة على ممارسة الحكم السليم في الأمور العملية، حيث يمتلك حسن التصرف في المواقف المختلفة. الثبات، القائد الأخلاقي يحاول التغلب على الأفكار التي تبرر التصرفات غير الأخلاقية والتي قد تطغى على الفرد عندما يتعرض لضغوط متزايدة. الحس الأخلاقي، يمتلك القائد الأخلاقي حسا أخلاقيا في التعامل مع الأنشطة والمهام اليومية، حيث يستطيع تطبيق الممارسات الأخلاقية بتعامله الإنساني مع مرؤوسيه وأتباعه. وهناك فرق بين القيادة الأخلاقية والقيادة غير الأخلاقية يمكن توضيحها من خلال المقارنة التالية. أولا، بالنسبة لمعيار استخدام سلطة وتأثير القائد، نجد أن القيادة الأخلاقية غالبا ما يقوم بخدمة الأتباع والمنظمة، يسخر جهوده إلى خدمة الآخرين الأتباع والمرؤوسين والمنظمة، بينما غالبا ما نجد أن القيادة غير الأخلاقية يسعى إلى تلبية الاحتياجات الشخصية وتحقيق أهدافه الوظيفية. أما بالنسبة لمعيار التعامل مع المصالح المتنوعة لأصحاب المصالح، نجد أن القائد الأخلاقي يسعى لتحقيق التوازن والتكامل بين مصالح جميع الجهات، بينما القيادة غير الأخلاقية يفضل خدمة مصالح الشركاء الذين يقدمون له أكبر قدر ممكن من المنفعة والفائدة. أما بالنسبة لتطوير رؤية المنظمة، نجد أن القائد الأخلاقي يسعى إلى تطوير رؤية ترتكز على مدخلات الأتباع وتتعلق بحاجاتهم وقيمهم وأفكارهم، بينما القائد غير الأخلاقي غالبا ما يسعى لتسويق أفكاره ورؤيته الشخصية على أنها الأسلوب الوحيد لنجاح المنظمة. أما بالنسبة لنزاهة سلوك القائد، فالقائد الأخلاقي يتصرف بما يتوافق مع القيم العامة والمتفق عليها من قبل الأغلبية. أما القائد غير الأخلاقي فغالبا ما يقوم بما يعتبره وسيلة لتحقيق أهدافه الشخصية. بالنسبة لعنصر المخاطرة في اتخاذ القرار، نجد أن القائد الأخلاقي مستعد لتحمل المخاطرة الشخصية واتخاذ القرارات اللازمة، وذلك على عكس القائد غير الأخلاقي حيث يتجنب القرارات الضرورية والإجراءات التي تنطوي على مخاطرة شخصية. أما من حيث ردود الفعل حول انتقادات ومعارضة المرؤوسين، نجد أن القائد الأخلاقي غالبا ما يشجع التقييم النقدي البناء لإيجاد أفضل الحلول، بينما القائد غير الأخلاقي لا يشجع الانتقاد ويقدم على منعه وقمعه داخل المؤسسة. أما بالنسبة لتطوير مهارات الأتباع وثقتهم بأنفسهم، نجد أن القائد الأخلاقي يستخدم التوجيه والتدريب لتطوير الأتباع، أما القائد غير الأخلاقي لا يركز على التطوير ليبقى الأتباع ضعفاء ويعتمدون على القائد. الإنصاف،
يشير إلى قدرة القائد الأخلاقي على التصرف بنزاهة ومعاملة الآخرين بطريقة عادلة تستند إلى أسس ومبادئ أخلاقية، وأن يتجنب تأثير التحيزات الشخصية والمجاملات والمحسوبيات داخل مكان العمل. مشاركة السلطة، حيث أن القائد الأخلاقي يسمح بمشاركة المرؤوسين في عملية صناعة واتخاذ القرارات، ويستمع إلى أفكارهم وأرائهم ويهتم بها. توضيح الدور، القائد الأخلاقي يسعى لإيجاد قنوات اتصال مفتوحة ومباشرة مع أتباعه، يوضح من خلالها المسؤوليات والأهداف المتوقعة وكذلك نتائج الأعمال. النزاهة، فالقائد الأخلاقي يسمو عن كل الأمور التي قد تؤثر على نزاهته ومبادئه الأخلاقية، وبالتالي يسعى دائما للحفاظ على الوعود والتعهدات تجاه أتباعه، ويعمل على بناء جسور من الثقة مع مرؤوسيه. التوجه نحو الأفراد، يكون للقائد الأخلاقي اهتمام حقيقي بالمرؤوسين، حيث يبحث دائما عن التحديات والصعوبات التي تواجه أتباعه، ويعمل على تقديم النصح والإرشاد لهم للتغلب عليها ومواجهتها. التوجيه الأخلاقي، القادة الأخلاقيين يقدمون لأتباعهم ما يملكونه من معارف وخبرات حول المعضلات الأخلاقية التي تواجههم والكيفية التي يمكن لهم التعامل معها. أما النمذجة الأخلاقية، فهي تعني أن يكون القائد الأخلاقي قدوة ونموذج يحتذى به من قبل تابعي، فهو مثال واقعي للسلوكيات الأخلاقية داخل مكان العمل. الاهتمام بالاستدامة، يجب على القائد الأخلاقي الانتباه لقضايا الاستدامة والنظر بمزيد من الاهتمام إلى الآثار الناتجة عن السلوكيات غير الأخلاقية على أصحاب المصالح المختلفة والمجتمع بشكل عام. ويمكن توضيح أبعاد القيادة الأخلاقية من خلال الشكل التالي. نجد أن القائد الأخلاقي يلتزم بمجموعة من السلوكيات الأخلاقية، وكذلك يشجع السلوكيات الأخلاقية داخل مكان العمل. فنجد أن القائد الأخلاقي يلتزم بمجموعة من السمات السلوكية، منها المصداقية، يفعل ما يقول، الأمانة، يحافظ على حقوق الآخرين، العدالة، يتسم بعدالة المعاملة مع الجميع، الإيثار، يقدم المصلحة العامة على المصالح الشخصية، التسامح، يتغاضى عن بعض الأخطاء غير المقصودة. وفي نفس الوقت هو يشجع السلوكيات الأخلاقية، وذلك من خلال توضيح التوقعات الأخلاقية المطلوبة في العمل، تشجيع مناقشة القضايا الأخلاقية في العمل، يشجع اتخاذ القرارات الأخلاقية في العمل، يكافئ من يلتزم بالسلوك الأخلاقي ويعاقب من يخالف السلوكيات والمعايير الأخلاقية في مكان العمل. أهم مهام وواجبات القيادة الأخلاقية، يلقى على عاتق القائد الأخلاقي داخل المنظمات مهام وواجبات عديدة يجب عليه أن يؤديها على أكمل وجه، ويتحمل المسؤوليات الناتجة عنها، ويمكن إيجاز بعضا منها على النحو التالي: العمل على نشر المعايير والقيم الأخلاقية بين العاملين داخل المنظمة، السعي إلى تحقيق العدالة التنظيمية بين أفراد المنظمة، التعامل بجدية وحزم في اكتشاف القضايا غير الأخلاقية داخل المنظمة، إصدار مدونة أخلاقية تحدد قيم الشركة وتكون مرشدا للمدراء في قراراتهم،
تشكيل لجنة للأخلاقيات في المنظمة تعمل على تقييم المستوى الأخلاقي للممارسات الإدارية المختلفة والعاملين، إقامة ندوات وورش عمل تثقيفية لكيفية التعامل مع المعضلات الأخلاقية داخل مكان العمل. نماذج القيادة الأخلاقية. نموذج رأس للقيادة الأخلاقية، يتكون هذا النموذج من بعد الاستقامة حيث القيم والرؤية والصوت، ثم الخدمة والسياسة والتجديد. ويمكن توضيح شرح هذا النموذج على النحو التالي: الرؤية تشير إلى القدرة على تأصيل رؤية أخلاقية واضحة لما يجب أن تكون عليه عملنا وأفعالنا تجاه الآخرين. أما الصوت تشير إلى القدرة على التواصل الفعال مع الآخرين وتوصيل رؤيتنا الأخلاقية لهم بالأسلوب المقنع والمحفز الذي يدفعهم لعملية التنفيذ. الاستقامة تشير إلى ممارسة السلوك المستقيم وبذل الجهد لعمل الشيء الصحيح والنافع للآخرين. الخدمة وتعني السعي الدائم لتقديم أفضل ما لدينا لخدمة الآخرين وفي ضوء الأسس والقيم الأخلاقية المتعارف عليها. السياسة وتعني أن تلتقي جميع أهدافنا الفردية والجماعية لتحقيق المصلحة العامة سواء داخل المنظمات أو على مستوى المجتمعات. أما التجديد فيشير إلى تغيير وتجديد ما نقوم به من أعمال بصفة مستمرة لتحقيق رؤيتنا وأهدافنا والتأكد من مدى توافقها مع القيم والمعايير الأخلاقية.